في مجموعه من الاوامر احنا خدناها بس يا دوب بالحب، اللي هي ساعه موضوع السيجمنتس، وانا بفهم لكم يعني ايه سيجمنت، اللي هو امر بند او امر تويست او امر تيك. بيعملوا ايه دول؟ احنا خدناهم لما جينا، كان عندي مثلا فرضا كتله زي دي كده، هو عباره عن بوكس، والبوكس ده انا هروح اعمله مثلا طول ضلع، ودي مهمه ان انت تبقى عارفه طول الضلع بتاعك قد ايه عشان تعرف تشتغلي. عندي عمود طوله 100 مثلا اهو، تقول له كريت ده الاوبجكت بتاعي. خدنا ساعتها بند وتويست وتيبر للتجربه بس على الكتله، عشان اقدر اثبت فيها موضوع المرونه اللي في الكتله بتاعتي. ايه المرونه دي؟ اللي هي حاجه اسمها سيت. لو انا حبيت اروح اعمل بند، ايه هو امر بند؟ امر بند ده عباره عن امر بيتني شكل الكتله بتاعتي. يعني باجي من موديفاي، بلاقي اسم الاوبجكت واقدر اغيره، الموديفاي ليست ده الاوبجكت بتاعي، وادي البارامترز العاديه، وادي السيجمنت. هدوس على كلمه موديفاي ليست وهاجي اخد منها امر بند، يعني هدوس عليه كده واكليك، وهدوس على حرف البي واخد بند. اول ما بيسالك عايز تحطي انجل كام مثلا؟ مثلا 30 مثلا 45. 30 45 ازاي؟ 30 مثلا 30 او 30 انت. هل التنى؟ ما تناش. طب تعالى اديها 180. التنى؟ لا ما تناش. ليه؟ هو بيميل ولا حتى بيميل، ده هو الخط الاورنج اللي انت شايفاه ده، ده عباره عن النتيجه اللي المفروض كانت تحصل لكن هي ما حصلتش. ليه؟ عشان هو ما فيهوش نور. هاجي للبوكس، تفتكر هزود إيه؟ فين؟ عشان السيجمنتس، السيجمنتس بتاعته. فحاجه اروح جاي مزوده السيجمنتس بس في السايد او في المكان اللي انا عايز اعدل فيه بس. وكل ما هتيجي تزودي السيجمنتس كل ما الشكل عندك هيزداد نعومه وهيسمع كلام. حد شايف؟ ارجع الامر بند تاني، وهاجي يا فاطمه عندي هنا كلمه انجل، خلاص في عندي حاجه اسمها دايركشن. ايه الدايركشن؟ هو طبعا موجود وثابت مطرح البيفوت، ما موجود وطالع بيعمل بند في اتجاه اليمين او الشمال. مش عارف حد شايفها اه ولا لا؟ حد شايف؟ اه تمام. خلي بالك هو ثابت من تحت عشان البيفوت ثابت من تحت. انا مش فاهم هو بيعمل الدايركشن بتاعه، هو بيلف هو نفسه؟ اه بيلف كذا درجه، اه بس هو ثابت من تحت، خلي بالك. شايفه؟ اه اوكي. بص حتى من التوب. ايوه. طيب عايزه تروحي تعملي البند في انهي اكس؟ الاكس ولا الواي ولا الزد؟ اكيد في الزد عشان الارتفاع. طب في انهي مساحه؟ يعني ايه انهي مساحه؟ يعني انت عايزه تروحي تتني انهي حته في العمود بالعاميه كده؟ هو العمود قد ايه؟ الناس اللي بتقفل المايكس، خلي المايكس مفتوح. انت فين يا طه ساكت يعني النهارده؟ ها؟ النت والله مش عارف ليه. تاني رماز، ها؟ 100 هو ارتفاع 100. طب انت عايزه تتني يا رماز انهي حته في العمود؟ مثلا بدءا من زيرو لور ليميت اللي هي بدايه الايفكت لحد 50 سم، واقول له هنا ليميت افكت. ايه اللي حصل؟ هو راح مسك اول 50 سم طبق عليها الامر، ومن 50 ل 100 خلاها ستريت لاين عادي. حد معايا ولا فين؟ لا تاني كده. حاول شيل الليميت خالص اهي، ما عنديش حاجه. مش انا عندي العمود بتاعي هو عباره عن عمود 9 متر. انت عايزين تروحوا تتنوا انهي حته فيه؟ اول حته. حلو، لأول حتة دي احنا هنحددها بالمقاس اللي هي من 0 ل 50 اهي. هي اللور ده اللي هو بداية الإفكت، يعني يبتدي تأثير منين؟ إيه؟ الأبر ليميت هي نهاية الإفكت، ينتهي تأثير فين؟ وأشغل الليميت إفكتس عشان يبقى إيه؟ ينفذها. طب احنا لو اخترنا إن اللور خلينا من 30 رقم تاني جدعة، وده سؤال يذكرنا في منتهى الأهمية اللي هي إيه؟ إن أنا لو خلينا مثلا اللور من 30 من 30 أنت اللي فوق مثلا ده. استني بس استني، إيه ده؟ ده مش راضي يا جماعه. هيتغير غير لما نقفل الليمت ونعمله من جديد؟ لا لازم لازم، هو ثابت مطرح البيفوت ما هي موجوده ومش هيرضى يزودك عن الزيرو. طب تيجي نغير الزيرو؟ ايه ده ازاي؟ هلغي امر بند وده لازم؟ حد فاكر لما جينا خدنا المره اللي فاتت هيراركي؟ افكت بيفوت واجي هنا كده بامر موف اخليه يبتدي مثلا من سنتي تبتدي 30 اهو. طب انت عملت ايه؟ انا غيرت البيفوت وهاجي هنا من موديفاي وهطلب امر بند تاني وهدي له زاويه ميل مثلا 90 درجه. انت قلت لي من كام لكام؟ من 30 لكام؟ 30 70 70، يعني انا هكتب هنا من 0 ل 40. ايه ده ليه؟ اشمعنى يعني؟ ما خلاص انت موتتي له الحته دي. انا قلت رفعناها 30. اه لان انت موتت الحته، هو تجاهل يعني اصلا اصل الامر بتاع بند لا يزيد عن الزيرو. خلاص طب انا غيرت لك مكان الزيرو.
حد معايا يا جماعة ولا فين؟ يعني هي لازم اللور تبقى زيرو أصلا؟ آه في البند بس. ممكن حضرتك تعيد تاني يا باشمهندس؟ وعاشر كمان. مش حلوة أوي. شكرا. بص دلوقتي ده الأوبجكت بتاعك أهو، وأنا رحت طلعت له هنا أمر بند. أمر بند لما تيجي تنفذيه ما بيتنفذش إلا بدءًا من الزيرو. يعني أنت قلت له مثلا من رقم كذا ل 50 مش هيسمع كلامك. ممكن بالماينس لكن بالبلس لا. هخلي هنا الأبر ليميت هخليها مثلا عند سنتي 50. من 0 ل 50. هو سمع كلامك. طب معلش أنا عايز مثلا من 30 لحد 70 زي ما هي يسرى قالت. طب أنا هعمل إيه؟ هلغي أمر بند. وهاجي هنا من هيراركي. افكت بيفوت. رايت كليك على موف. حاجة أخلي دي كده 30 سنتي زي ما أنت قلت لي من شوية. يبقى أنا كده قلت له ابدأ لي الشغل بتاعي من بعد ال 30 سنتي. يعني أنا موتت ال 30 سنتي. وأجي أطلب أمر بند تاني. وأقول له الزاوية برضك زي ما أنا قلت له 90 درجة. وقلت له مثلا من 0 لحد 40. وصلت؟ وصلت. وصلت يا جماعة؟ الناس ساكتة. ال 30 دي بنعملها من أمر موف صح؟ بروح للبيفوت وأغيرها من أمر موف. اوكي. وصلت؟ طيب يلا. البيفوت ما عملناش. البيفوت انا رفعتها 30 سم. البيفوت نفسها انا رفعتها 30 سم. دوسنا رايت كليك على موف وخلناها متزبطة. لا بس بس قلت له هيراركي الاول رفعت البيفوت. لو انت ناسيه. افكت بيفوت. اوكي. ان هو ثابت مطرح البيفوت مع موف. طيب جربوها كده قولوا. حد خلص؟ لا ثانية واحدة. طيب خدوا الهدية دي وانتوا بإيه تجربوا، بتالي سهلة يعني. فين؟ اهي. ايه ده؟ تحية مني ليكوا يعني. يلا. شكرا. الصورة بتاعتها انا بعتها لكم على الواتساب. طيب برضك تفكيرا كده باللي احنا خدناه، هي اول واحده دي سهله صح ولا دي فيها مشكله؟ اول واحده اللي هي عباره عن ايه؟ عباره عن اوبجكت، وانا رحت اديته 180 درجه وتنيته 50 سم. ماشي. احنا خدنا المره اللي فاتت شيفت مع روتيت صح؟ الله ده يعني تنفع في حاجه اسهل. امر ميرور زي ما قالت سلمى من شويه اهو، يا دوبك ان انا باجي من هنا كده. هتلاقي برضه في كوبي ونسنس ريفرنس، مش عارف حد فاكرهم ولا لا. نو كلون يعني هياخد الاصل ويعمله ميرور. انا عايزه كوبي. طب في اني اكس؟ اكس ولا واي ولا زد اكس ولا اني اكس؟ زد اكس. هيبقى كده خلاص. يبقى احنا خدناها بطريقه اللي هي شيفت روتيت، وخدناها كمان بالطريقه اللي هي بتاعت امر ميرور الاول. طيب لحد كده في مشكله عند حد؟ لا تمام. انا حاسه ان هي هو انا طلعت اول واحد واخر واحد، بس حاسه ان هي طالعه معايا صدفه شويه. الستبس دلوقتي بنعمل عادي بوكس بوكس 10 في 10 في 100 صح؟ ثم بعد كده وبنعمل لها بند بس طبعا. بنزود الهاي سيجمنتس الاول. ايوه بالظبط. والابر الابر ليميت 50. 50. اوكي. ثم بتعمل لها ميرور مود. طيب بعمل لها اوكي ماشي. بص ده كان من ضمن الاوامر اللي احنا خدناها كده ساعه اللي هي موضوع السيجمنت. طيب من ضمن الاوامر بردك اللي احنا خدناها بردك بالحب ساعه موضوع السيجمنت اللي هو امر تويست. يعمل ايه تويست؟ امر تويست ده بيعصر الكتل. لو انا جيت من موديفاي وجيت قلت له تي دبليو تويست، حاجه اديله هنا الانجل، ممكن ادوس على السهم وافضل دايس واتحرك عشان يديني شكل العصرة اللي هي اللي انت عايزاها، اسرع من انت تحط القيمه يعني. طب عادي. خلي بالك هو سامحك بالكلام ده عشان انت اصلا اصل السيجمنتس عندك زياده.
طيب تحت الانجل هتلاقي عندك هنا ايه البيز دي اللي هي ايه؟ حد عارف البونطه بتاعت شنيور؟ دي بتركز لك افكت العصر فوق ويبقى نازل على خف، يعني العصر موجود يبقى نازل على خفيف. حد شايف؟ طيب عايزه تروحي تعملي تويست ثاني اكس، اكس ولا واي ولا زد؟ ده في الزد عشان ده الارتفاع. طب في انهي حته في العمود؟ هنا هتلاقيه بقى عندك هبه بيسمح لك، هبتدي من سنتي 20 والابر ليميت لحد السنتي 80 اهو، واقول له الليميت افكت شغاله. هتشايفها؟ ممكن تاني معلش. وعايشه كمان حضرتك هاتي هنا ادي بوكس، وحركة هنا تويست اهي، حركة تدي له هنا انجل. ممكن احط الانجل بايديا، مش لا مش عايزها كده بالحب، هكتب هنا 600 مثلا. لا لا مش نافع، هكتب 400. انا اقصد انت بالاسهم هتجربي قدام عينك بتبقى احسن. اوكي. ثم هتيجي هنا من الليمت هكتب تحت، ابتدي افكت العصر من سنتي 20 اللي هو الليمت اللي هي بدايه الافكت، الابر ليمت اللي هي نهايه الافكت عند سنتي 80، واجي احط له هنا ايه الليمت افكت، طبقها لي على المساحه دي بس. خلي بالك من حاجه، اللي انت عملتيه ده انا مش شرط اعمل تويست بس، انا ممكن اروح اعمل بند، انت وتخيلاتك بقى. خلاص يعني ممكن اديله هنا بند مثلا 180 درجه، خلاص ما هو في سيجمنتس مديني سماحيه للكلام ده. يعني انا ممكن اجي اقول له شيفت مثلا مع روتيت لو حابه. اللي انا اقصده ان انت اللي تتخيلي ثم تيجي تطلعي شكل الحاجه اللي تخيلتيه. انتوا معايا يا جماعه ولا فين؟ مع حضرتك. هو انت اللور ليميت بيبقى لازم يبقى زيرو او مش بنعرف نغيره في امر بند فقط. اوكي تويست عادي. حد يعرف يجربها؟ يلا جربوها ابعتها لي على الواتساب. طيب الامر الثالث اللي احنا كنا بنتكلم فيه من شويه، تمام، اللي هو اللي احنا خدناه برده في موضوع السيجمنتس، اللي هو امر اسمه تيبر. تيبر ده بيعمل ايه؟ انا هروح بس اعمل كتله، وخلي بالك برده من المقاسات، الكتله دي 10 في 10 في 10 اللي هي هتشايفها؟ اهم حاجه ان انا اكون عارف المقاسات بتاعتي عامله ازاي، واهم حاجه تاني ان انا ما ازودش سيجمنتس يا يسرى الا في مكان التعديل فقط لا غير. اوكي. هاجي من الموديفاير ليست وهدوس على حرف التي، جاب لك امر اسمه ايه؟ تيبر. طيب هتيجي هنا الاماونت، ايه هي الاماونت دي؟ الاماونت دي بتزود لي وتنقص مساحه السطح. انهي سطح؟ اللي هو اللي مش موجود في البيفوت. البيفوت موجود تحت، فاللي هيكبر ويصغر مين؟ نفسه. طب لو انت جبت البيفوت في النص، التعديل هيبقى تحت وفوق، فاللي انا اقصده مكان البيفوت ما موجود مفيش حاجه بتحصل. طيب جيت زودت هنا الايه؟ الاماونت. الكيرف اللي هو الخط الواصل ما بين السطحين اهو. الله. طب انت الكلام ده عايزه في انهي اكس؟ بتختار الاكس اللي انت عايز تعمل عليه التعديل. في انهي مكان؟ هو ارتفاع الكتله كام؟ 10. طب احنا عايزين نعملها مثلا ابتدي من سنتي 2 لحد السنتي 8. يبقى انا كده التعديل هيحصل في ال 6 سنتي اللي في النص. وحطي علامه صح على كلمه ليميت افكت. ايه ده؟ اوكي. وصلت؟ اه. حد يعرف يعملها ولا عايزها تاني؟ يعني هو انا عايزه، هو فكرته ايه بالظبط؟ معلش احنا بدأنا ازاي؟ هقول لك. بص اصل فكرته بدأنا ببوكس عادي. انا هقول لك اصل فكرته اللي هو بوكس عادي 10 في 10 في 10 وازود لايت سيت. بص اصل الفكره بتاعته انت امر تيبر ده بيكبر ويصغر مساحه السطح، فبالتالي الخط الواصل ما بين السطحين يا اما بيبقى ستريت لاين زي كده، او انت عايزه تخليه كيرف سواء لجوه او لبره. هو مين اللي سالني من شويه؟ انا رماز. طيب فانا ممكن اجي رماز كده اخلي اي ازود الكيرف بتاعي كده. لا بس انا مش حابه ان الكلام ده يكون على الشكل كله، ده انا عايزاه في مساحه معينه، فانت بتحددي له المقاس. وانا حاسه في حاجه عملناها يعني بتعمل الشكل ده اصلا. احنا خدناها، احنا خدنا الكلام ده بالحب بس ايام ساعه السيجمنت. وخدنا تمام. حاجه كمان مناقشه بس في اول محاضره اللي هي الاف اف دي وتاج محله، بس لسه ما اتكلمناش في الكلام ده طبعا. يبقى ممكن تمام. لكن ترتيبه شرح احنا النهارده خدنا بند وتويست وتيبر، انت بالك اتكلمنا فيهم قبل كده بالحب فقط ان احنا نفهم بس ان شاء الله. تمام ماشي. اللي يخلص يبعت في مره زي ما انتوا عايزين. الجزئيه المهمه اللي انا كنت عمال احذركم عليها من شويه اللي هي الموضوع لو انا حبيت اروح افرغ كتله من التانيه. اهم ما في الموضوع مش ان انا افرغ ولا اجمع ولا اعمل يونيون، اهم في الموضوع الستبس اللي انت هتمشي بيها. يعني مثلا انا معايا هنا دي كتله، ما حدش يقفل المايك، اي حد بس يسيب المايك مفتوح. هاجي هنا كده، انا معايا هنا دي كتله بوكس. ومعايا هنا اهو مثلا مجموعه سلندر زي دي كده.
وهاجي هنا كده شيفت واروح واخد منه كذا نسخه. ماشي. ايه المطلوب؟ المطلوب ان انت تفرغ كتله من كتله، او تفرغ مجموعه السلندرز دولت من اصل الكتله اللي تحت. ايوه طب انا هعمل ايه؟ ايه هي الستبس؟ اصل الامر يا جماعه موجود عندي جوه كومباوند. حد فاكر ستاندرد؟ كومباوند هتلاقي طبعا بوليان ده ما جيش جنبه، يعني ده مشاكله كتير جدا، وجاي بعد فتره وطلعوا البروبوليان. فانا هاجي اضغط على البروبوليان، انت ماسك مين الاول؟ الكتله اللي انا هطرح منها، الاوبجكت المطروح منه، وادوس على البروبوليان. ماشي. ايه المطلوب؟ طبعا في عندك يونيون، في انترسكشن، في سبتراكشن، في ميرج. هاخد سبتراكشن، سبتراكشن اللي انا بطرح كتله من التانيه. ماشي. حد فاكر كوبي انستنس وريفرنس؟ اه. هاخد موف، يعني بعد ما تطرح اخفي لي الكتله اللي انا طرحت بيها. وكل اللي انت هتيجي تعمله يا طه ان انت هتيجي هنا اهو كده تقول له ستارت بيكينج، وتختار الاوبجكتس اللي انت هتطرحها. تمام. شايف؟ بمنتهى السهوله. بس خد بالك، بص النظافه بتاعت الكتله من فوق عامله ازاي؟ ما فيهاش كسره، يعني بوليان يروح مديك شرطه او كسره في الشكل. فبلاشه خالص اللي هو ده. طيب بس انا عندي مشكله. ايه هي المشكله؟ انا جيت خرجت من الامر وجت ريماز قالت لي هي ارتفاع الكتله دي كام؟ انا شايفها صغيره كبرها لي. طب هتعملي ايه يا ريماز؟ هو بالنسبه لي انا ممكن اعمل ريسكيل واكبر في الذات. مش هتنفع ريسكيل، بس الطبيعي ان انت تخش على مين؟ على موديفاي. ايه ده؟ هي راحت فين؟ ايوه اختار لازم اشيل البروبوليان الاول ولا يتشال؟ اهو خلاص. يبقى احنا كده عندنا قاعده ان انت لما تيجي تعمل بروبوليان يبقى انت كده فقدت الخصائص الاصليه بتاعت اصل الكتله. معايا؟ اه. ممكن اجيبها بس يعني مش وقتها دلوقتي ومشاكلها كتير. وهقول لكم على شكل جديد يعني؟ اه خلاص، هو بقى عباره عن اوبجكت، خدت بالك؟ والاوبجكت بتاعك ده اللي انت شغاله فيه هو عباره عن ايه؟ حاجه اسمها بروبوليان. طب تاني بقى عشان دي ايه؟ فيها مشكله. ادي كتله اهي. حد يمليني اللي فاكر، اللي فاكر منكم يعني. هنعمل كومباوند. ادي بس أيوة. هنعمل سيلكت الاول. ايوه على مين؟ على الكتله اللي هنسبتراكت منها. ونطرح منها. وادي هنا بروبوليون. بعدين نختار سبتراكشن. من موف الاول وبعد كده سبتراكشن. هو لو دوسنا كوبي او ريفرنس هيطرح ويسيب لك نسخه من اللي طرح بيه. لو عملت ايه؟ يعني اللي هي بتقولي لو انا جيت خدت كوبي اهو، كوبي اهو، هو هيطرح من دي اهي ستارت بيكنج اهي، هيطرح فعليا بس هيسيب لك النسخ اللي انت طرحت بيها اهي. شايفه؟ اه. طيب تاني بقى ونطبقها على شغلنا احنا. لو انت عندك مثلا واجهه او جنب اهو، وخد بالك انا برسم ازاي يا فاطمه اهي، حاجه ارسم شباك اهو في الفرونت برضه، بص الشباك في التوب فين؟ شايف؟ قاطع في الكتله. هطرح ازاي؟ هنمسك الاوبجكت، نمسك الكتله الكبيره الاول. الاوبجكت اه كومباوند اوبجكت بوليان. بوليان ستارت ستارت بيكينج. ستارت بيكينج طرح طرح مكان الشباك. اه ايه ده؟ طب افرض انا عايز اعمل شباك هعمل ايه؟ ممكن انا اخلي انستنس. لا بس مش تاخد انستنس بقى، حاجه هنا كوبي وادوس وان كليك. هو كده طرح وساب لك الشباك. هكليك يمين، هو فعلا طرح اهو، هتشايفه؟ اه. طب انت ليه عملت كده؟ عشان اروح استغل البوكس ده، دخنته هخليها زيرو. ماشي اهو، ادي دخنته اهو. فبقى الازاز؟ لا الفريم الاول، مش احنا خدنا امر لاتس؟ اه. بعد كده اهي. لا سواء ايه الخطوه؟ امر لاتس. لا لا اللي تحت اللي هي اللي انت شلتها من على بوست وخليتها الثانيه. شلت اللي هي الجوينتس اللي هي. تمام خلاص. واجي اروح جاي مزود له سيجمنتس. بزود سيجمنتس ازاي؟ خلي بالكوا احنا دي هنعملها 5 6 10 مرات كمان دلوقتي. حاجه ازود البوكس نفس المواد وازود سيجمنتس. طب انا لو حبيت اعمل ازازه هعمله ازاي؟ بنحط واحده كوبي في مكانها اللي هي كلون. بنعمل اوبجكت رايت كليك كلون. بس هم هاخدوا ايه؟ كوبي كوبي وهلغي مين؟ عامل لابس وغير لون وغير اللون شباك ده ولا مش شباك وازاز كمان. هو انا بلغي ايه؟ معلش بلغي امر لاتس. اه اوكي تعالي بقى من اول ونضيف عشان هدبسكوا دلوقتي. ايوه عشان ده كتير قوي. اه لا واحد ونقول 10 15 20 مره كمان خلاص وواحده. طب اقول لكم حاجه، مين قال كتير؟ ما قلتش حاجه.
طب بص يا رمادي، من غير ما تقولي هو عارف ان انت اللي قلتي خلاص. بص عايزين نمشي واحده واحده، عشان حتى لو حد بيحب يكتب ستافس يكتب، مش هتحرك خطوه الا بتقولي تمام. انا معايا ده اوبجكت، اوكي ده اوبجكت اهو، وهرسم هنا ده شباك، وخلينا نزود شويه نعمل مجموعه شبابيك، ده اوبجكت اهو، وهاجي هنا بشيفت واروح طالع كده واقول له والله انا عايز كذا نسخه. ماشي. اوكي. عايز بقى اروح افرغ الشبابيك دي من المكان، هعمل ايه؟ يلا ريمان. سلكت على الحيطه. اه. الحيطه الاول اهي، بس هاخد بس شط عشان تبقوا شايفين اهو كده اهي. ريمان هي اللي تقول؟ لا زي ما واحد كله. لا عادي كلمني. قول يا يوسف. بعدين كومباوند اوبجكت. كومباوند اوبجكت اللي هي دي؟ خلي بالك انا ما اعرفش ماكس. اه. ماشي. ثم. بروبوليان. بروبوليان. هي دي؟ اه. اه. ماشي ثم. هي هندوس ستارت على طول. ستارت بيكينج. هندوس كوبي. اه بس خدي بالك كوبي هيسيب لك النسخ كلها. خدي من وستارت بيكينج وخدي كله ما عدا اخر نسخه اللي هي دي. عشان احنا بنعمل ستارت. اه ليه بقى؟ يعني كده كوبي ولا موف؟ كلهم موف ما عدا اخر واحد كوبي. طب انت دلوقتي اخر واحده عملت لها كوبي ازاي؟ ما انت كنت لسه في امر. ما انا جوه الامر، انا عملت كوبي غير. جوه الامر. اه ما غيرتها. ارجع تاني، ارجع تاني. اه ادي الاوبجكت وادي كومباوند توبوليان ستارت موف. هي موف دلوقتي. اكليك بالماوس اختار كوبي واختار اخر واحده. وبعدين بوقف الستارت بيكنج ولا بسيبها عادي؟ لا ما تدوس على ستارت بيكنج وتاخدي بقى، هي كده كده اصلا باي ديفولت متداس اصلا تاني اهي. ليه ما عملناش؟ انا اقصد بشيلها ولا عادي؟ بص ادي كتله توبوليان موف ستارت اكليك بالماوس اهي، هدوس على كوبي ستارت بيكنج زي ما هي واختار خلصت. هراي كليك ثم اجي هنا من موديفاي الثيكنس بتاع الشباك هخليه هنا زيرو. يلا انتوا دبستوني خليتوني على فكره انا اللي بقول. ها يلا ماشي بعدين نعمل ثانيه امر لاتس. ماشي لاتس. اه بعدين نخليها تشيل الجوينتس. ايوه تخينه قوي هقللها. ها ماشي بعدين هندخل على البوكس نفسه السيجمنت عشان نعمل السيجمنت. اه وبعدين نعمل واحد كوبي في مكانه باللي هي كليك يمين على كلون. اه بس نزود سايز عشان يبقى شكله حلو، عشان دي شكل الحلايه بتاعته. ماشي ثم كليك يمين وكلون. ما تنسيش تاخدي مين؟ كوبي ديليت وبعدين نشيل اللاتس بتاعه. نغير لونه بقى. نغير اللون بقى. اه بس خد بالك ده انت عملت شباك واحد، ما هو ده المفروض بعمل كوبي للباقي. هناخده كوبي بقى. ازاي بقى؟ همسك ده، حد فاكر الكروسنج او ويندو اللي احنا خدناها في الاول؟ اه همسك الشباك الكروسنج او ويندو اللي هي الكروسنج اللي هو اي حاجه تتقاطع مع سلكشن يمسك الويندو لازم يبقى هنا عشان ما يمسكنيش الحيطه كمان معاها. اي حاجه داخل الويندو هو اللي يعملها سلك عشان اجي اعملها هنا جروب ثم تعالى بقى كده نكبر ده اهو اهو. عايز امسك الشباك ده واكوبيه هعمل ايه؟ شفت بس حاجه هنا الاول اعمل لوك عشان ما امسكش حاجه غصب عني. اه لوك على الشباك. طب مش انا كده كده عملت جروب؟ بس انا لا بس انا ممكن امسك الحيطه. اه انا ممكن امسك الحيطه. لا انا عايز امسك الشباك تحديدا واجيب السناب رايت كليك اخد اي بقى نقطه تكون مناسبه بالنسبه لي. يعني انا اخدت هنا ميد بوينت هشاور بس كده اهي. هتشايف؟ اه شفت؟ وادوس دي كده واسحبها. عايز كام نسخه؟ كذا نسخه. اوكي فين هما؟ اهو ظبطت؟ نجرب بقى. حد يحب اعيدها له تاني؟ اه بس الحته اللي قبل الجروب بس يعني قبل ما نعمل الجروب كنا قبل الجروب؟ اه هي سيلكشن؟ اه سيلكشن. بص انا هاجي هنا ويندو واروح جاي واخد الشبابيك دي كلها واجي اعملها هنا جروب ثم هاجي اعمل هنا لوك واجي ادوس هنا شيفت والسناب واخد واروح جاي هنا مكرر. بص باظت ازاي؟ ارجع تاني كده
وهعمل زوم عشان اشوف اني ميد بوينت انت واخدها، انت في كذا ميد بوينت شايف؟ عشان يظبط معاك في كل. وصلت؟ اه تمام. عملنا لوك للشباك. من كده. ولا حاجه ولا هو عباره عن سفير ريديوس 3 25 للدرجات دي مفيش ثقه خالص. ناخد عليها بقى ما يشتغل او حاجه. جبت الزيتونه لازم يعني لما تيجي تعملي بلاي تفتح كده ده بيلف وبيتفتح في نفس الوقت. ايوه بالظبط. ورده بردك انت ذهنك معايا بنفكر سوا دلوقتي. انا عندي هنا اهو بالشكل ده، والراجل ده مديه لنا لما بيجي يعمل بلاي. يعني مش كده سلو موشن الاول خالص اهي، هي بتتفتح. سيبك منها بتلف. ده هو الربع ومفرغ. كلمه مفرغ دي مدلول ان احنا بنطرح حاجه من حاجه، ودي احنا خدناها. يعني عملنا سفير وعملنا سفير جواها بالدايمتر بريديوس اقل مثلا. بس انت هتلاقي عندك مشكله. مش احنا اتفقنا ان انت لما تيجي تعملي في بوليان واحده عن الثانيه هيفقدك الخصائص بتاعت الكتله؟ هتقسميها اربع ازاي؟ دي مشكله. فهتلاقي نفسك بتفكري ازاي او تسلسل تفكير. جات لي فكره. هتروح انت جايه هنا عامله سفير ماشي، ماله السفير ده؟ هتلاقي في عندك امر اسمه سلايس، احنا خدناه اللي هو بتاع الباكمان لو انت فاكره. هتدي له هنا من زيرو لحد 270. تمام. نعمل منه كوبي اربعه. بس خدي بالك انت عندك هي دي المفروض الكره دي بتتفتح من تحت. فخلاص هو الراجل ده ادانا موضوع البيفوت، والبيفوت ده بينزل تحت صح؟ الزيتونه بقى هنا ان انت عندك السفير والجيوسفير بالذات في وظيفه عندك من تحت اسمها ايه؟ باك تو بيفوت. دي من نفسها بتطلع لك البيفوت فوق، بتنزله لك تحت. خلاص؟ اوكي. طب الراجل ده ادالنا النهارده التفريغ، فانا ممكن اجي اعمل هنا شيفت مع سكيل. بصوا بيضم لتحت ازاي؟ هتشايف عشان الدايره المفرغه من تحت. هتشايفها؟ تمام. ثم خلاص هو قال لنا امسك الكبير واجي كومباوند ترو فوليوم اهي، واخد الصغير بيك واخد الصغير. ايه اللي انا تحصلت عليه دلوقتي؟ عندي ربع واحد مفرغ. هو الراجل ده ادانا في البرجوله ان انا ممكن انقل السنتر بوينت ومش محتاج انقلها، ادانا روتيت وادانا انجل سناب. هي الدايره كام درجه؟ 360. الحته اللي تحت الصغيره دي اتشالت ازاي؟ هي باي ديفولت اتشالت لما البيفوت تحت وعملت شيفت سكيل. طيب فانا هاجي هنا في الانجل سناب احط 90 وهقول له شيفت واسحب. احط هنا كام واحده؟ ثلاثه غير الاصل. يبقى انا كده حققت الهدف الاولاني ان انا عندي اربع تربع مفرغين. خلاص. بس خد بالك هو الراجل ده مدينا انيميشن كده في النص. طب ازاي؟ ان كل ربع من دولار بيفتح، هل انا اضمن زاويه الفتح؟ ولا هي كده بالحب؟ اكيد مضمونه. كده مضمونه؟ هي كده بالحب. لازم تبقى مضمونه. هي دلوقتي بالحب. خلاص تعالي بقى تعالي بقى نمشي على المحاور. ما هي دي المضمونه بقى اللي هي المحور اهو. هل دي الفتحه صح؟ لا لا. عنده. طب هل دي الفتحه صح؟ لا برضه. طب ما احنا ما انت عايز ايه؟ انا عايز الفتحه تبقى في نص الربع، ونص الربع ده كام؟ 45. هتروح انت ماسكه الاربع تربع وبالانجل سناب اروح كاتب هنا 45 واجي اروح لافف الاربع تربع بحيث ان كل ربع يبقى في نص المحور. حد شايفه؟ تاني معلش لفيت اللي هم الاربع تربع 45 درجه عشان كل اكس من الاكسس اللي هي الاكس والواي تبقى في نص الربع. حد معايا ولا فين؟ حاجه عند التايم فريم 100 سجل ان انا هاخد الربع ده وافتحه 45 درجه، وده 45 درجه، وده نفس القصه، واخوم الاخير نفس القصه. بس هو الراجل ده يعني الانجل سناب لفته وفي نفس الوقت لما بفتحه بتفتحه 45 درجة؟ تمام. وهاجي هو الراجل ده ما بيفتحش بس، ده هو بيلفها كمان. بعد ما خلصت كل الكلام ده همسك الاربع تربع والفها كده واطفي الاوتو كي واعمل بلاي. ايه رايكم؟ اوكي. ايه الصمت الرهيب ده؟
يعني انا بس عايز اعرف احنا نقلنا السنتر بوينت او البيفت تحت ازاي في اول ستيب. السفير نفسها او الجوي سفير التو اوبجكتس دول تمام، في وظيفه اسمها البيس بيفت ليت من نفسها كده تاخد كده تاخد كام ثانيه وتتعمل؟ 5 دقايق. تاني تاخد 5 دقايق. طيب طيب لو احنا جينا فكرنا فيها كده واحده واحده، اولا انا مش محتاج فيها ماتيريال، ثانيا مش محتاج فيها لايت، انا مش محتاج غير المودلز، هتلاقي فيه كام زتونه كده. اتسالت دلوقتي قبل التسجيل اللي هو ايه اعمل دي ازاي، وطه جاوب يعني انا دلوقتي هروح اجيب هنا بوكس اهو، بوكس وبند وميرر. الله ينور عليك كده، ثم اجي هنا من موديفاي وادي هنا بند وادي له هنا زاويه طلعت. ماشي طلعت هي طلعت بس مش مظبوطه. لا محتاجين سجل غير محور ثم ميرر كوبي واجي هنا بالسناب اروح جاي واخدها هنا طاف مكان ما شايفها خلاص تمام. طيب دي واحده، تعالى تاني في حد قال لي الكورسات اللي تحت صح؟ طب انا هاجي هنا كده، مش احنا خدنا بلين تمام وخدنا من جواه امر لاتس، هو ما اللاتس بالموضوع هقول لك، شيلي بس الجوينتس وتعالي هنا للبلين وقالي لي هنا سيجمنتس ورجع اللاتس، هي ده امر اسمه اجنور هيدن ايدجز ميرور طلعت. لحظه بس هو انت اجنورت ايه دلوقتي؟ يعني معنى احنا معنى انا فهمت احنا عملناها ازاي، بس هو ده ايه اصلا؟ بص الاجنور هيدن ايدجز دي اللي هي بتخلي لك او دي وظيفتها انها تظهر لي الكروس بتاع الشكل، عشان احنا الادج المفروض في اي فور سايد بيبقى 2 بالظبط، كانها ظهرت الفيسز تمام. وانت بتعمل لها ميرور ده من غير ما تحدد حاجه، انت بتبقى اوريدي دايس على الهوا ابزط. ايه تاني؟ ما حدش يتكلم يعني عن الربع ده ان هو مفرغ وفي حته زياده من فوق. انا قلت ممكن بوكس تاني ونعمل جواه بوكسين ونفرغهم، نفرغ بوكسين. بس المشكله ان انت عندك في حته زياده هنا، هي مش زياده، هي زي هي حته طالعه بره. بلان. اعمل ايه طيب؟ ما هي ممكن نضيف بوكس تاني ونضيف بوكس بس جواه خدي تاني بالك. بس خدي بالك من بس خدي بالك هيبقى من فيها حاجه، خدي بالكم من حاجه، انا محتاج الشغل بتاعنا يكون مفرغ من جوه فعليا عشان هنشتغل انتيرير من جوه بكرنيش وحلايا بقى ولشغل كل اللعب بتاع جوه. ممكن حاجة نستخدم اللي هي الامور ممكن تو بوكسز مثلا ونعمل لهم ميرج او بريدج. لا لسه بريدج شويه ميرج. بص انت ممكن تاخدي جريد بوينتس وفيرتكس كده وابتدي ان انا اشتغل هنا بوكسات، طبعا خلي بالك حذاري من موضوع السجن. هي ايه الجريد بوينتس؟ بصي هاجي هنا بوكس واجي هنا بالسناب. حذاري من موضوع ايه؟ سيجمنتس 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 يعني دي مشاكلها يعني ربنا يستر بس ومحدش يتدبس فيه. خلاص؟ كده دي شغلانه قوي، دي صعبه قوي، وفي حاجه اسهل خدت بالك؟ لو انت جيتي هنا كده طه، انت هنا طه صح؟ ده ايه ده؟ اكستندد إيه الله 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 الله، ده هو الموضوع ده كده بالسهوله كده؟ ايه ده هو ماشي معاك لوحده كده؟ اهو بس خدي بالك ده لما تكوني بتعملي بتمشي على البلان لو دخلت ايوه او على الجريد بوينت. يعني انت عشان كده عملت من السناب الاول الجريد بوينت. برافو عليك. خدي بالك بس دخلت على دي موديفاي مش هتلاقي البارامترز اللي انت تعدلي فيها تاني. بس خدي بالك بردك ما انت عندك مشكله ثانيه، السقف هتقسمه ازاي؟ بلين بقى عادي. بس ما هو البلين فيه حته ناقصه. ولا اروح ارسمه بوكس بالسناب. اي تخانه اي تخانه غير زيرو. خدت بالك؟ اي رقم غير زيرو. ثم اروح جاي راسم من هنا كده اهو وهنا مو واخد دي كده اهي
ثواني عشان انت بتشتغل بسرعة قوي. بالراحة بالراحة. ايوه انا عارف بسرعة قوي. انا مش لاحق غلط. هو بيني وبينك انا اقصد بصراحة ان اتدبست في وبعدين هعمل له بولين ماشي. طب هقول لك حاجة، انا هشتغل بالراحة عادي كأنه شرح، بس هزود اسايت. لا لا خلاص هشتغل بسرعة عادي واحنا احنا رايحين البوز اه عشان بتسجل. طب بص انا اقصد او انا اهدف ايه؟ عرفت الزتونة انت. ايوه بص انا اهدف ايه؟ اهدف ان انت تتخيلي، يعني سيبك من خطوات، انا مش مهم خطوات تامر حسن، مش مهم خطوات اي حد في الدنيا غير مخك اللي بيقولك على الستبس دي اللي انا عايز اعودك عليه. اللي احنا فيه بعد كده شغل تقيل. يعني ايه شغل تقيل؟ في شغل حلايه، في شغل كرانيش لو انتيرير من جوه، في شغل اكستيرير حتى المباني نفسها اشكالها مختلفه. في هتلاقي عندك مش مديكي حاجه مباني اصلا، مديكي حاجه زي دي كده عشان تفني ازاي تترسم الشكل ده كده مثلا، ملوش علاقه بشغلنا، بس ازاي ترسمي دي؟ ما ده ممكن يبقى كتله من اشكال زي حديد مثلا، مش وارد؟ هتلاقي ده ازاي ترسم، ازاي تحفري على كذا. انت لازم يبقى جوه مخك السيكونس بتاع الحل ده المقصود او الهدف من القصه دي. طيب بص القصه ان انا هعمل هنا بوكس وهشتغل بردك براحه عشان خاطرك، واجي هنا كومباوند، واجي هنا بروفوليوم، واجي هنا كده اروح طرح الكتله دي. خلاص انا الموضوع بالنسبه لي بقى سهل، انا ممكن اخد السقف ده اعمل بيه الدرو السطوح واخد شيفت واروح واخد بيه الفواصل. تمام بالك ما فيش زيتون تاني بقى خلاص، يعني هي حتى الشباك ده الكوبستا دي احنا عملناها يمكن في اول محاضره. البيراميد والشكل المجوف ده احنا خدناه برضك في البرجوله. الظهر بتاعه فيه حته او نازله هقول لك في شفطه كده. مشطوفه الظهر ده فيه حاجه من اثنين. طبعا انت كده كده انت عندك الكتله مفرغه خلاص، دي كتله اهي. طب هتيجي تعمل ايه؟ هروح جاي يا اما جايب كتله اكبر منها ولازم تكون اكبر منها بزاويه ميل كذا، انا بتكلم في حدود ما احنا خدنا، عشان اجي امسك الكتله دي كده اهي وامسك الصغيره ثم اجي هنا كومباوند وادي بروبولين واروح جاي طارح منها كبير. ده حل. مش انا ممكن اعملها اول وبعد كده اعمل روتيت؟ معلش قولي تاني كده. يعني اعمل بارت الوول اللي هي اللي على انجل 90. طبعا ممكن تعمل روتيت تاني روتيت عليها. وفي حاجه اسهل بس دي هناخدها المره الجايه اللي هي ايه؟ ان انا هاجي خلي بالك انتوا جررتوني المره الجايه. بس ثواني انا اقول حاجه، دي بوكس كده مش مفرغه. ايوه انا فاهم، انا عشان كده قلت لك انا عايزها اربع تربع اربع حيطان. يعني انا ممكن اعملها بطريقه الوول الثانيه من غير؟ ايوه وتطرح بيها تطرح عادي. لا بس وقتها اطرح ازاي؟ ما هتبقى مفتوحه كده. مش هتطرحي من اقرب حته بره؟ مش محتاجه اقرب حته بره ولا جوه اهي. يعني انت عندك هنا اهو الوول اهي، ادي هنا الاي بي سي خلاص، وحضرتك هتيجي هنا الوول اهي، وخلي بالك الوول دي هتستخدم مثلا مرتين بس ولا حاجه، ان هي فيها مشاكل الدنيا بالنسبه للبروبوريان، بس اهي بتحل ازمه يعني زي السكتشب خلاص. ايوه دي كتله اهي خلاص. هاجي هنا كومباوند، الاول هرسم كتله كبيره اهي، والكتله دي هروح اعملها بردك روتيت نفس القصه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه اهي. طب هو ممكن اعلي ثلاث حيطان وبعدين اوصل حتتين ببعض يعني قصيره بالطويله؟ شفتي التحليلات اللي انت بتحليها دي؟ هي دي اللي انا بحبها. بس تمام خلاص واجي اطرح دي من دي. في حاجه اسهل قطع؟ ايه الاسهل؟ الاسهل لو انت عندك حيطه مش. ايوه اللي هي اديت مش، ودي هناخدها المره الجايه. دي كتلة اهي، وهاجي هنا من موديفاي وهاجي اخد هنا ايديت ماش، وهاجي هنا هاخد ايدج اهو، وهاجي اقول له هنا روح اعمل لي تشامفر اهو. طبعا ممكن تشامفر بالارقام ممكن بيديك مانيوال. انا عايز دي اروح ماسك دي كده حمد. حد معايا ولا فين؟ طب انا لو عملتها كده بفرغها بعد كده ازاي؟ ممكن شيفت سكيل ليها كذا حل تاني، ممكن اعملها شيل. اعتقد كده انتوا فصصتوا البتاع دي وانا حليتها لكم صح؟ ده يبقى الهرم ده. الهرم ده اللي هو فوق اللي فوق السهل. لا هو ده بيرمنت؟ الكون ونغير السايز. الكون ونعمل سايز. كونو سايز. كونو ونغير السايز بس. واللي تحتيه بقى بننزل عادي تحت بقيه الكون بقى؟ زي يعني نسحب الكون وكده؟ اللي ايه معلش؟ يعني الكون ما ينفعش يتسحب من تحت وكده؟ لا مش كون خالص، ده المكان ده مفرغ، ده برج ومنفذ على خول اللي هي الجزئيه اللي ورا.
ده شكل سداسي باين تقريبا أو. اه بس انت هتاخده سلندر وتطرح جواه ولا تروح تاخد تيوب اسهل مفرغ باي ديفولت اصلا من تيوب ونحدد السايدز بتاعته هاي السايدز اهي 8 واجي اشيل السموث ده خلاص وهناخده نص بقى ليه سلايس بس صح وممكن تطرحي منه كتله ثانيه بس خدي بالك شكل التيوب ده عليه شبابيك زي اللي احنا خدناه ما هي دي هنعملها بعدين بالطريقه اللي احنا عملناها زي البرجولة ايوه اظن انتوا ما سبتونيش الا ما فصصتوها يعني صح هتلاقي في عند جنب المير امر الاين ما هو بيعمل ايه ده انا باجي اختار اوبجكت وادوس هنا على الاين وادوس على الاوبجكت تاني شايفه في اي حته هيقول لك انت عايزه تالاين الاوبجكت ده على الاوبجكت ده منين لفين شايفه من البيفوت من الماكسيمم مينيمم سنتر على سنتر وفي اني اكس او اني محور تمام فهمت شكرا يا باشمهندس عفوا عليك